يا يا موان عصر الشوي ومهلات ومهلات الشاوية ويا ويا بايو انا قصري الشاوي التراثية اللي اشتهر في أداها الشاب عزيز. نجي لعندك أستاذ بما أننا في الأسئلة. الأغنية اللي ما فيهاش الزغاريت ماهيش أغنية. يعطيكم الصحة. الله الله.
وهذا درس في التنفس يعطيك الصحة. الله 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 الله. على كل حال هذا هو الطابع نتاعكم اللي لازم تغنوا فيه دائما، أنت سي محمد وأنت يا مامون، يا مامون يا خو مامون، خو مامون لاخو. بارك الله فيكم. الجمهور الجزائري أصيل، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يعطيكم الصحة، الرجوع إلى الأصل فضيلة. سي محمد بالبركة عليك، راك في المستوى، وما نحب حتى واحد يغالبني في هذه. غنيتو مليح، غنيتو مليح، وعطيتو القوة نتاع الشوية، القوة الأصيلة. على الأقل ما نقدروش نخلفو عيسى الجرموني وبقار حدا، محال، ولكن نكونوا يعني شوية في النص، على الأقل 50%، ونربحكم إن شاء الله للجزائر. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحة. شكرا للأستاذ، شكرا للجنة التحكيم، وتحية لمامون ومحمد جفال، يعطيكم الصحة.